مع اقتراب شهر رمضان الكريم، نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع عدد من الشركات التابعة لها والجمعيات الاستهلاكية معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، وذلك لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. صراحة حاجة ممتازة جدا، أنا لسه داخل دلوقتي ومعايا الأسرة ومنزلوا يتسوقوا، وأنا متأكد أن المعرض جميل جدا، وإحنا جينا فعلا من أول يوم عشان نحضر الافتتاح وفي نفس الوقت نجيب متطلباتنا ان شاء الله. طبعا الاسعار هنا كويسه، ان احنا بقالنا اكتر من ساعه هنا، لان الاسعار هنا ممتازه جدا وارخص من بره بكتير، وفي فروق اسعار ممتازه جدا جدا. يعني بقالنا سنين، بقالنا اكتر من 20 سنه هو تقريبا بنيجي سوبر ماركت من ساعه ما اتفتح. هو حقيقه بتبقى فرصه كويسه ان احنا بنلاقي اسعار معقوله، وبنلاقي الحاجات اللي احنا يعني بنحتاج لها في رمضان. العروض ديت الناس اللي بتستغل الفرصه بتاعه العروض وبتشتري منها حاجات، عشان كده معظم الناس كلهم ما شاء الله بيشتروا حاجات كميات كبيره. يعني أرز ولحوم ودواجن وبقوليات والعديد من السلع الأخرى تم طرحها في معرض أهلا رمضان الذي أقيم على مساحة 15,000 متر في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، كما تم تنظيم أكثر من 200 فرع لمعرض أهلا رمضان في المحافظات كافة. والمعرض هنا جميل جدا وفي جميع كل حاجة، والأسعار معقولة جدا زي برة وأقل من برة، واخد بالك؟ وبيوجد كل حاجه في المعرض، من جميع كل حاجات الاكل موجوده في المعرض، حاجات كويسه جدا ورخيصه ومتناول للجميع. واحسن حاجه ان هو مجمع كل الشركات في مكان واحد، كنت جايبه حاجات جزء من بره وخلصت الشراء بتاع رمضان، بس جيت تاني عشان حبيت اشوف الاسعار عامله ازاي، لقيت ان انا اتدبست الصراحه لما رحت جبت من بره. تخفيضات من 15 الى 20% كحد ادنى للمستهلك في معرض اهلا رمضان الذي أقيم لتوفير جميع السلع والاحتياجات التي تخص الشهر الكريم، حتى يستفيد المواطن المصري من هذه التخفيضات.